علي في ربوع الطف قد صلى وجندل في ثنايا الحرب بأبطالا كأن المرتضى بالسيف قد جالا كأن المرتضى بالسيف قد جالا هذا علي هذا هذا علي هذا علي في ربوع الطف قد صلى وجندل في ثنايا الحرب أبطالا علي في ربوع الطف قد صلى وجندل في ثنايا الحرب أبطالا كأن المرتضى بالسيف قد جالا كأن هذا علي هذا علي هذا علي هذا علي الأكبر المقدام في الطف علي الأكبر المقدام في الطف أتى يختال بين الجمع بالسيف ففرت منه آلاف من الخوف كأن المرتضى قد جاء بالحتف كأن المرتضى قد جاء يصب الأكبر الآجال مدرارا فسال الدم في الميدان أنهارا كصب المزن يسقي الأرض هطالا كصب المزن يسقي الأرض هطالا هذا علي هذا علي هذا علي علي في ربوع الطف وجندل في ثنايا علي علي في وجندل في ثنايا الحرب أبطالا كأن المرتضى بالسيف كأن المرتضى بالسيف هذا علي هذا علي يهاب الليث في الميدان إنصاحا يهاب الليث في الميدان إنصاحا ويخطف من جموع الشرك أرواحا كحيدر مسق الأكباد أقراحا وأورث في بيوت الكفر أتراحا وأورث في بيوت الكفر أتراحا كذا شبل الحسين سقاهم المرة وأخلف فيهم الأرجاف والذعرى كذا شبل الحسين سقاهم المرة وأخلف فيهم الإرجاف والذعرى وأفزع من بريق السيف أنذالا وأفزع من بريق السيف أنذالا هذا علي هذا علي هذا علي علي في ربوع الطف علي علي وجندل في ثنايا كأن المرتضى بالسيف قد جالا كأن المرتضى بالسيف قد جالا
هذا علي هذا علي كذا أبناء حيدر إن أتوا حربا كذا أبناء حيدر إن أتوا حربا تصب سيوفهم من هولها الرعبا وذا شبل الحسين بطافه لبا نداء الحق كي يرضي به الرب نداء الحق كي يرضي به الرب كمي فارس قد زلزل الجيش أبي لا يروم بذلة العيش كمي فارس قد زلزل الجيش أبي لا يروم بذلة العيش فحرر فعله في الطف أجيالا فحرر فعله في الطف أجيالا هذا علي هذا علي إلك نشمي علي في ربوع الطف قد صالا وجندل في علي في ربوع الطف كأن المرتضى بالسيف قد كأن المرتضى بالسيف إلى خادم الحسين ناصر الوسمي كمي لا يبالي إن أتى الموت كمي لا يبالي إن أتى الموت ومن ثغر المعالي قد على الصوت وإن جاء الردى لا يحسن الفوت لذا اختار الخلود ودانه الوقت لذا اختار الخلود ودانه الوقت فوقت الطاف مكتوب له العمر تخلد في الدنا وازدانه الفخر فوقت الطاف مكتوب له العمر تخلد في الدنا وازدانه الفخر ونال الأكبر المقدام إجلالا ونال الأكبر المقدام إجلالا هذا علي هذا علي إلك إلك علي في ربوع الطاف تعبان اليوم صوت صوت علي في ربوع الطاف قد وجندل في كأن المرتضى بالسيف كأن المرتضى بالسيف صفات ساميات قد رأيناها صفات ساميات قد رأيناها بشبل الصبط وازدادت مزاياها شبيه للرسول المصطفى طه وغرة زهت والسيف أدماها وغرة زهت والسيف أدماها فتبا للذين ببغيهم نالوا من الأطهار في الحرب أبطالوا فتبا للذين ببغيهم نالوا من الأطهار من في الحرب أبطالوا فمن أردى الأولى عن دينه مالا
فمن أردى الأولى عن دينه ما لا هذا علي هذا علي هذا صوتك علي في ربوع الصلاة وجندل في علي علي في ربوع الطاف كأن المرتضى كأن المرتضى بالسيف قد جالا كأن المرتضى بالسيف أي برغم ثباته الأرجاس أردوه برغم ثباته الأرجاس أردوه وفي حر الثرى بالغدر ألقوه كحيدر في صلاة الفجر أدموه كحيدر في صلاة الفجر أدموه وشبل الصبط كأس الحتف أسقوه وشبل الصبط كأس الحتف أسقوه فواله في على المظلوم واله في رآه مقطعا في عرصة الطف فواله في على المظلوم واله في رآه مقطعا في عرصة الطف ودمع الصبط بالأرزاء قد سالا ودمع الصبط بالأرزاء قد سالا هذا علي هذا